مرة أخرى نأتي بالأدلة الدامغة وبالتاريخ الذي لا يمكن تزييفه، فيما بات يعرف اليوم بقضية الصحراء. ومهم جدا، وهذا دورنا لتنوير الشباب وتنوير خاصة الشعوب في المنطقة ليفهموا من أين بدأت المشكلة. بعد قليل سنأخذ المعلومة من أصلها، سنرى المرحوم الشاب الولي مصطفى السيد وهو يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن كانت هناك مقاومة. هذه المقاومة هي جيش التحرير المغربي، والذي قال أنهم تربوا فيه وأنه بدأوا فيه أصلا عملية التحرير وعمليات التحرير. تابعوا معنا تصريح المرحوم الولي مصطفى السيد. Nous sommes nés au Sahara. Nous avons grandi au Sahara. Au temps de Jish Tahrir, l'armée de libération. Qui était dirigée par le Maroc. Et dont la base était du peuple sahraoui. Et où le peuple sahraoui a consenti d'énormes sacrifices. واللي خلى عندنا أول فكرة عن خيانة الصديق لصديقه. Et qui a laissé en nous la première idée de trahison de l'ami de son ami. سمعتم إخوة الكرام كلام المرحوم الشاب الولي مصطفى السيد يؤكد فيه أنهم كانوا في جيش التحرير المغربي قبل، كما وصف هو، أن هناك خيانة الصديق لصديقه. إذن هذه معلومة التي كنا دائما نقول، ودائما هذا السؤال يتردد ويسأل إخوتنا اليوم والشباب اليوم الداعم لجبهة البوليساريو: أين كانت المملكة المغربية قبل 1975؟ ليلتكم سعيدة.